बाबा से बुलंद नारा है रिसालत, मिलके बाबा से बुलंद नारा हैदरी, इमनीनु में हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, दरूद पाक बाबा से बुलंद अल्लाहुमा। फिर भी तकलीफ फरमाओ, बुलंद सलावात सारे हजरात, जेड़े हजरात सामने मौजूद इन उन्होंने तो इल्तमास है कि बारगाह के अंदर तशरीफ की ना हो ताकि हदीस के साथ हों बाकायदा आगाज की तवन सके। दरूद की तकलीफ एक मतबा फिर पढ़ाओ, أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة صلوات فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالقساء اليماني فأتيني به فأتيته بالقساء اليماني فغتيته به وسرت انظر اليه واذا وجهه يتلا له كانه البدر في ليله تمامه وقماله فما كانت الا ساعه واذا بولدي الحسن صلوات قد اقبل وقال السلام عليك يا اماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا اماه اني اشم عندك رائحة طيبة كانها رائحة جد رسول الله فقلت نعم ان جد قطعت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء صلوات وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله اتاذن لي ان ادخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام صلوات قد اقبل وقال السلام عليك يا اماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والسمرة فوادي فقال لي يا اماه اني اشم عندك رائحة طيبة كانها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جد قواقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء صلوات وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله
اتعذن لي ان اكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحه اخي وابن ام رسول الله فقلت نام ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي والصاحب لوائي قد اذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلى ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا ابتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهما أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منير ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم
ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فالتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن بالله فضنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. صلوات. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مغموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن بالله فضنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد بحق محمد وعلي والفاطمة والحسن والحسين ومن ذرية الحسين إلى قائم الحجة يا إله العالمين حاضرين دے جملہ حوائج پورے فرما يا إله العالمين اس میلاد مسعود دے وچ جس جس نے بھی جس حوالے دے نال حصہ گدے مالک کامیاب و کامران فرما يا إله العالمين بیماراں نو شفا عطا فرما بے اولاداں نو اولاد نرینا عطا فرما یا الہ العالمین جو حج و زیارات دا قصد رکھ دے ہن مالک پورا فرما ہما قسم دے آفات تو نجات عطا فرما امام حق دا جلد ظہور فرما آسانو اس قابل بنا کے مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکیے یا من یقبل الیسیر و یعفو عن القصیر یا من اسمه دواء و ذکره شفا یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد.